يبدو أن أبرز المخاوف بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة على وشك التحقق بعدما ساع إسرائيلية يشتبه في كون الغرض منها فرض الحكم العسكري على القطاع، وهي الخطوة التي حذر منها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت. تقارير إعلامية كانت قد تحدثت عن نية شركة أوربس الأمريكية لاستشارات الأمن القومي تولي مسؤولية توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، الأمر الذي وصفه جالانت ببداية حكم عسكري إسرائيلي للقطاع. جالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مطلع الشهر الجاري أوضح أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة ليس جزءاً من أهداف الحرب ويعد عملاً سياسياً خطيراً غير مسؤول. وقادت الخلافات حول موضوعات عدة بشأن تلك الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير دفاعه يوآف جالانت، كان على رأسها ضرورة تشكيل هيئة تحقيق رسمية لمحاسبة المسؤولين عن الحرب وتبعاتها. وعلى مدار أشهر الحرب الماضية شغلت قضية اليوم التالي للحرب أو الجهة المسؤولة عن إدارة وحكم غزة اهتمام المجتمعين العربي والغربي، إلا أن إسرائيل لطالما نفت مساعيها لفرض حكم عسكري على غزة. وكعادة الحكومة الإسرائيلية منذ الوهلة الأولى للصراع فتحركاتها على أرض الواقع تناقض تماما ما تتشدق به، إذ أن حجم توسعاتها العسكرية بقطاع غزة لا سيما منطقة الشمال وأعداد جنودها فضلاً عن مدى تسليحهم يؤكد وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أن لا نية لدى نتنياهو للانسحاب من غزة أو تسليمها لحكومة فلسطينية. تصريحات رجل كان بقلب المطبخ السياسي لإسرائيل حتى وقت قريب فضلاً عن خطوات مثيرة لجيش الاحتلال على أرض الواقع دلائل كافية لتوضيح نية نتنياهو الحقيقية بشأن اليوم التالي للحرب أو الطرف المسؤول عن حكم غزة.